السؤال الحادي عشر: وما هي معجزته؟ الجواب: هذا القرآن الذي عجزت جميع الخلائق أن يأتوا بصورة من مثله، فلم يستطيعوا ذلك مع فصاحتهم وشدة حذاقتهم وعداوتهم له ولمن اتبعه. والدليل قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. السؤال الثاني عشر: ما الدليل على أنه رسول الله؟ الجواب: قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ودليل آخر قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. السؤال الثالث عشر: ما هو دليل نبوة محمد؟ الجواب: الدليل على النبوة قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآيات الدليل على أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء. السؤال الرابع عشر: ما الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: عبادة الله وحده لا شريك له، وألا يتخذوا مع الله إلها آخر، ونهاهم عن عبادة المخلوقين من الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجر، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيعلم بذلك أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه، فأرسل الرسل إلى عباده يأمرونهم بذلك. السؤال الخامس عشر: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ الجواب: توحيد الربوبية فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور، وتوحيد الإلهية فعل العبد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. السؤال السادس عشر: ما هي أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ الجواب: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. السؤال السابع عشر: فما أجل أمر أمر الله به وأعظم نهي نهى الله عنه؟
الجواب: أجل أمر أمر الله به هو توحيده بالعبادة، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك غيره. السؤال 18: ما المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها؟ الجواب: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. السؤال 19: ما معنى الله؟ الجواب: معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. السؤال 20: لأي شيء الله خلقك؟ الجواب: لعبادته.